السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمشاهدين ومشاهدي جريدة جيبا بريس. مخلوق الشرطة العلمية والتقنية لغادرات مسرح الجريمة، جريمة نكراء، اللي كان الجاني أو البطل أو جاني، لأنه كلمة البطل شوية، اللي كان جاني هو ابن هو الزوج. صافي خليو حنا واقفين مزيان. لا حبوس. لأن حاليا تبعو على حالة إخراج الجثث بعد خروج الشرطة العلمية والتقنية. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.